بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. في زمن كتر فيه الكلام وجر معاه اللسان اللي عمره ما كان بيقول العيب ولا الحرام، إنما ده كان زمان. دلوقتي اللسان فلتان والأدب شكله انضرب، جاله اكتئاب، شد اللحاف ونام. قوم يا أدب، سايب لشعبك من غير لجام، ماشي يسفه في البشر، ماشي يخون، ماشي يوزع في الشتايم يمين وشمال، وآخر المتمة يطلع لنا حبة رجال ويقنعونا إن الشتيمة حلال. بالذمة ده كلام يتقال؟ طيب سؤال، ينفع تقولي على العلل حتى ولو قد الجبال بس بأدب مش بنحلال؟ هو اللي بطلبه ده خيال ولا أنت شايف إنه هبل؟ طب ممكن طلب؟ ينفع نعمل بدل؟ خد اللي حاله مال ومليان بالعبر، وهاتلي ناس حكيمة وعقلها تعدل، مش لاقي برضو؟ يا دي الشلل. طيب وراح فين الأمل؟ قاعد عوطلي ولا إيه؟ انده عليه، خليه يقوم من ركنته، عاوزينه يبدأ في العمل. سمع الأمل إن الحياة طلباه، قام اتنفض، وشه اتغسل، لبس ابتسامة ورمى في القمامة الآه. قالك خلاص، أي زعل أي قلق تنساه، أنا راجع أوام، هخرج بنوري من الظلام وأدي التمام، هعمل محاولة للتصالح والوئام، امسك في إيدي وزقنا لقدام. خرج الأمل لقى ناس في عركة وانقسام، قالك يا عم سيبني أنام جنب الأدب. يا دي العطب، بقى ده كلام؟ بدل ما نمشي للأمام نلبس مطب، حقك وحقي نختلف بالاتزان مش بكرسي في الكلوب. مصر العظيمة هتتبني وهتعلى بيك انت يا شعب، لا بالوزير ولا بالرئيس تمشي البلد، لازم يا شعب تكون شريك تكون مدد، لازم سوا ننسى الخلاف ونكون لبعضنا سند، لازم نكون في حب مصر دايما كامل العدد، لازم نقوم من ده مطب، ادعوا سوا وقولوا يا رب. اهلا بيكم مره تانية، والنهارده معادنا مع الموضوع اللي بنتكلم فيه كل سبت، وهو استعراض نموذج قوي ومشرف لسيده من سيدات عصر النبوه، وحلقتنا النهارده عن السيده الشفاء بنت عبد الله. هيكلمنا عنها فضيله الشيخ اشرف الفيل، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسالوه اي سؤال، بس بعد فاصل قصير.